ماهيتا مولانجو هو رئيس التنفيذي لربطة اللاعبين المحترفين، هو ضيفي دلوقتي في السادسة من خلال فيديو كونفرنس. يمكن نتابع الحلقة من بدايتها، عارف تفاصيل الموضوع، اسمحوا لي عشان وقتي هدخل في صلب الموضوع مباشرة. بداية برحب بيك على شاشة الأهلي واشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، واحب في البداية اتعرف منك على دور تحديدا وحدود الدور اللي بتقوم بيه رابطة اللاعبين المحترفين عالميا، سواء مع اللاعبين وكلائهم او مع الأندية. شكرا جزيلا على استضافتي معكم في قناة النادي الأهلي. أنا سعيد جدا لتواجدي في قناة هذا النادي العظيم. هو ليس فقط في مصر وليس فقط في إفريقيا، وإنما هو من أشهر الأندية في العالم. طيب يعني تدينا فكرة باختصار شديد عن الدور اللي بتقوم بيه رابطة اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، ومدى حدود علاقتها سواء باللاعبين أو بالوكلاء اللاعبين أو بالأندية. في البداية أنا أود أن أوضح بعض الأمور. أنا انضممت لفيف برو أو رابطة اللاعبين المحترفين من أشهر قليلة. أنا كنت أرأس اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا. بعض النقاط، أن رابطة اللاعبين المحترفين هي واحدة من أكبر الروابط الاحترافية التي تنظم العلاقات بين اللاعبين والأندية. نحن نقوي وندعم مواقف اللاعبين حول العالم. فالواقع هو أن اللاعبين، الواقع أنني كنت أهتم في الأول بالنسبة للاعبين المحترفين في إنجلترا، اللاعبين الأجانب كمحمد صلاح والنني، وهذا ما أهلنا ما أهلني أن أتواجد في مكاني هنا، حيث أني لعبت مع لاعبين أفارقة كثر. فبالتالي أعرف الحالة التي يعيشها اللاعبون الأجانب الآن، واللاعبون الآن، حيث أني أتفهم كثيرا موقفهم، موقف لاعبين حول العالم، وليس فقط بخصوص أصولي الأفريقية، وإنما ما واجهناه مؤخرا والظروف التي عاشها اللاعبون في بلاد ظروف صعبة. اللاعبون لا يتقاضون رواتب، اللاعبون يتعرضون لخرق المعايير. خليني بس أركز على الجزئية دي. هل ده معناه أن دور الرابطة بيقتصر على فكرة اللاعبين المحترفين الأجانب فقط لا غير، ولا احنا بنتكلم على المفهوم الأعم والأشمل للاعب محترف حتى لو كان بيحمل نفس الجنسية اللي بيلعب فيها في نفس الدوري لنفس الدولة؟ لا، هذا يشمل كل اللاعبين، ولكن حيث لنا أبعاد كثيرة في أكثر من دوري في بلاد مختلفة، ولكن الهدف الأسمى هو أن نحمي حقوق اللاعبين المحترفين في غير بلادهم. طيب في يونيو الماضي تحديدا، انا عارف انك توليت المسؤوليه في بدايه العام 23 في يناير تحديدا، في يونيو الماضي اصدرت الرابطه بيان بتحذر فيه اللاعبين المحترفين من التعاقد مع الانديه المصريه. ارجو منك انك توضح لي ايه السبب اللي دعاكم لاصدار بيان من النوع ده. للأسف هذا أمر حدث قبل قدومي بوقت قليل، ولست مخولا للرد على لهذه النقطة. أنا أعرف بالفعل ما حدث، ولكن هذا الأمر أفضل ألا أوضح تفاصيل أكثر بخصوصه. أنا لست في الحال الذي يستطيع أن يوضح أو يتكلم بهذا الأمر بشكل مستفيض. طيب إذا كان هناك، يعني أنا هتكلم على المفهوم أو طريقة العمل نفسها، إذا كان هناك انتهاكات أو خروج عن شروط التعاقد ما بين نادي أو ما بين مجموعة أندية وما بين عدد من اللاعبين، هل ده يستدعي أن يكون التحذير في تعميم على عموم الأندية المصرية؟ يعني خليني أقول لحضرتك، إذا ما حدث انتهاك لشروط تعاقد ما بين نادي مصري وما بين احد اللاعبين المحترفين الاجانب، هل ده يستدعي ان الرابطه وانت قائم على مسؤوليتها في الوقت الحالي انها تحذر اللاعبين من التعامل مع كافه الانديه المصريه؟ هل ده يبدو شيء منطقي من وجهه نظرك؟
Yeah, I mean, as I told you, I don't have the elements to specifically tell you آه about كما Minister قلت لك أنا Mukherjee أعرف ماذا تقصد، ولكني What I can tell you is that لا my أستطيع أن personal أتكلم view في is هذا. that من وجهة نظري when you put everyone in the أستطيع same أن أقول category, أن typically إذا it's not وضعت ideal الأمور في نصابها من because not البداية all players behave well فسنكون and في not all ظروف countries أسهل، behave well. فليس The كل same way اللاعبون not all يستطيعون clubs أن in يندمجوا the country ويتعايشوا don't مع behave الأمور well. So الاحترافية. I ربما اللاعب personally do not يتصرف believe that people بشكل should be غير categorized. احترافي تجاه النادي، Everyone should be put in the وربما same يكون مع النادي كذلك. category. I think every فبالتالي case is different. يجب علينا Every أن case نضع must be assessed اللاعب individually. And hence, I think for me, في تصنيفه conceptually, المناسب. I think that it's not always advisable أعتقد أن هذا أن لا to ينصح kind of categorize everyone, and even less الأندية so لا تنصح أن based on تتعاقد مع the لاعبين income لا from تتوافق England. مع You have great تصنيفها. clubs in England and bad أعتقد clubs in England. You أن should have fantastic سواء clubs كان in Egypt نادي such as كبير yours أو and bad نادي clubs in Egypt صغير such في as yours. إنجلترا، يجب عليه Bad أن and يطبق good نفس does not المعايير. depend on nationality in وكذلك countries. الحال بالنسبة للأندية And في I مصر. think we should not إذا presume أردنا in the same حينما please تبحثون على الحصول الحفاظ على حقوق اللاعبين المحترفين، هل بتتواصلوا مع الأندية مباشرة أم تتواصلوا مع روابط الأندية المحترفة أم تتواصلوا مع الاتحادات الأهلية؟ مين اللي بيكون على يعني أو قنوات الاتصال بتكون مفتوحة معاه بشكل مباشر، ومين اللي قادر منهم على إيجاد حلول للمشاكل اللي أنتوا بتتكلموا عنها؟ I can only tell you about my own experience here in England. من خلال I خبراتي في understand إنجلترا على being سبيل tracked المثال، with the clubs. نتواصل أولا مع I do الأندية، every year club visits, so I go to every نزور single club that we have assigned الأندية to كل basically عام، meet the players in نقابل person, also اللاعبين، meet نقابل إدارة الأندية، the president, the CEO, نقابل المدير the coach, التنفيذي، etc. نقابل رئيس النادي، But also المدير we have الفني. regular meetings with the leaders of the players. لدينا لقاءات Because of this, منظمة sometimes مع the league clubs الأندية and the ومع clubs also, الاتحادات المحلية، players, and sometimes the federations as well. So we, وكذلك مع in England, الاتحادات spend a lot القارية. of time نحن between those في relationships إنجلترا with the clubs, نقضي federations, الكثير من and also الوقت with the leagues. في هذه العملية. We think that nowadays, الأمر ليس فقط you don't need to always agree لا with the clubs, تحتاج but I think you موافقة can من be النادي، allies and you can work ولكن together لديك on كل things and try الصلاحيات to help them التي improve. So تخولك I أن don't feel like, تساعد you know, the point of اللاعبين. this is only to denounce or to be aggressive on الاتحادات people. The point is المحلية to try to help تساعدك في ذلك، people, فأنت to help تحاول people أن تساعد in the كرة game القدم of love. أن تتطور، And I think this فهذه means هي اللعبة building التي strong نحبها. relationships هل with the لديكم clubs and with مستر the مولانجو، relationships. هل لديكم تصنيف من خلاله ممكن تحديد أكثر المناطق اللي بتتعرض فيها اللاعبين المحترفين لمشكلات، سواء على مستوى دول أو على مستوى قارات أو على مستوى حتى أندية بعينها؟ You mean football agents, so people who represent players, right? تتحدث بخصوص اللاعبين أم بخصوص المشكلات التي تحدث بين الأندية وبين اللاعبين، هل في تصنيف معين لأكثر الدول أو أكثر الدوريات أو أكثر القارات اللي بيتعرض فيها اللاعبين المحترفين لمشاكل مع أنديتهم؟ I'm not aware of a black list or a red list. لا، I don't think that this is فهذه القائمة the السوداء approach أنا because, as I said to you, لا أستطيع أن one أقول country أننا must يمكن أن determine the نسمي same. دولة بعينها I أو mean, دوري I hope بعينه. to behave well, ربما but هناك maybe not دوري so. I think having هناك black نادي lists based on يتصرف country to بشكل me سيء، is not ولكن لا نستطيع advisable أن thing نعمم. to do. لا You need نستطيع to أن know نقول which أن كل specific دولة clubs don't behave well, تدخل and في not القائمة السوداء. everyone just because ربما they are from نحذر this من country نادٍ، in the same category. ربما نحذر من دولة بعينها، ولكن هذا ليس في العموم. أنا أرجو الحقيقة إنه ده يكون منهج العمل في ظل توليك المسؤولية. بشكرك شكرا جزيلا سيد مهيتا مولانجو، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين على مستوى العالم. دي كانت آخر لقاءاتنا وآخر موضوعاتنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة بفقرة حكاية ماتش، وإن شاء الله في الأيام اللي جاية، أنا عارف إن الأهلي في دولاب بطولاته وفي تاريخه وماتشات كتير جدا لا تنسى، هنحاول يكون معانا أبطالها اللي عاشوها وعاشوا حكاياتها يكونوا موجودين، ونعيش معاكم نفس اللحظات دي ونفكركم بيها، ونقول للي ما يعرفش، الأجيال اللي ما شافتش أو ما عرفتش أو ما عاشتش البطولات والماتشات دي، تكون برضو عندها فكرة وتعيش معانا نفس الحالة. بشكركم على المتابعة، تحياتي ليكم، بكرة حلقة جديدة من السادسة.